الله من فوق سبع سماوات يريد يخلينا ويخلي السيستاني ويخلي العراق كله بهذا الموقف. هاي الناس اللي صار لها سنين جاي تقول يا ليتنا كنا معكم. هم كان لابد يجي يوم والله يختبر نيتها. يا اما نمشي بقانون الدول ويا اما نمشي بقانون الولد. إذا طلعوها من المي إيش تبقى تنتظر؟ تشارك فرقتنا كقوة ساندة. الآن تتقدم قواتنا العراقية من عدة محاور إلى الجانب الشمالي منطلقاً لتحرير جنوب الموصل.